في تعبير أجنبي عظيم اسمه جولد باتنر أو الشريك الذهبي. باختصار مدلوله أو معناه إن كل واحد فينا حاجة من اتنين، يا إما في حياته شخص من ذهب، يا إما هو نفسه شخص من ذهب بالنسبة للي حواليه. الشريك الذهبي نعمة، يطلع حبيب، يطلع صاحب، يطلع زي ما يطلع، المهم إنك ما بتمرش على الدنيا إلا لو قابلته أو كنت أنت نفسك هو. معاييره في التعامل مع الناس بتختلف، ولأنه ذهب فميزانه في تقييم الناس ميزان ذهب. الشريك الذهبي دايما بابه مفتوح، ابن أصول، مكسب مش بيتعوض، بيتخسر مش بيخسر، مش بيصدي وبينصح لله. تعودك على وجوده بيخليك تنسى تدريجيا أهميته لكن مش بينفيها، وغيابه عامل زي السقعة، زي دور برد رخم مفيش منه شفا. هما اللي اتعملت عشانهم جملة انت ازاي كده، قليلين زي كل حاجة حلوة في الدنيا. ناس كده تحس ان قلوبهم مغسولة بالطيبة وارواحهم متعطرة بالخير ومعجونين بالجدعنة، مش منتظرين منك شكر ولا عايزين غير انك تكون كويس. نجدة نزل لك من السماء وبدون ما تتصل ب122 او 911، ده حتى وجود حد منهم ولو كان قليل وبسيط بس بيكون تعويض عن خزلان من 200 واحد. دور عليهم وخلي بالك لا يضيعوا وسط كومة الناس الهوى والفشنك اللي بتتشنكل فيهم ليل ونهار. ولو لقيت حد منهم امسك فيه بايدك وسنانك وما تسمحلوش يسيبك. ربنا يرزقنا بصيرة تنقية الشريك الذهب ويبعدنا عن لمعة الفلسفة.